123 متسللا يمنيا خلال 72 ساعة في قطاع العارضة الحدودي. تم القبض خلال 72 ساعة 123 متسلل بالتحقيق المبدئي معهم، افادونا يعني ان سبب دخولهم او من اسباب دخولهم اللي هو البطش الحوثي والتجنيد الاجباري. اليمنيون بين سندان التجنيد الاجباري ومطرقة عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بالحوثيين. الحوثي اخذوا مننا 3500 ريال، قالوا تهريب من صعدة إلى ألزابت. الحوثي يقصبك أنك تروح الجبهة، إحنا كان فيه شوي زلط، أديت أنا دفعت 2500، خذي مني 4000 عشان يودوني ألزابت الحوثيين. أثناء تواجدنا في نقطة عين الصقر في مقدمة قطاع العارضة الحدودي، تم صد محاولة تقدم ميليشيات حوثية كانت تريد التموضع في أحد الأخاديد الصخرية الشاهقة الارتفاع، إلا أن كثافة النيران أجبرتهم على التقهقر. على امتداد الشريط الحدودي أي مشاهدات تكون ويتضح لنا أنها مباغتة أو أنها تريد يعني الاستطلاع يتم التعامل معها كما سبق قبل قليل، يعني تم الاستخدام عليهم بإطلاق عيار 50 لإعادتهم للأراضي اليمنية. استراتيجية نيران الردع الاستباقي ساهمت في إبقاء المناطق الحدودية بعيدة عن قذائف الحوثيين العشوائية. نحن أول قناة تصل إلى هذه النقطة، رجال حرس الحدود يطلقون عليها نقطة عين الصقر لاستحالة نفاذ أي متسلل أو مهرب أو مسلح من أمامها. محمد العرب، العربية.